مره بشوف ماركوس الونسو موجود جوه الملعب، بقول يا رب يا رب يا رب كده يا توماس توخيل تقرر ان انت تلعب ماركوس الونسو على طول فتره كده وتديله فرصته كامله، وتنسى ان في لعيب انجليزي موجود مكانه اسمه بن شيرويل، وحاول تثبت لبن شيرويل ان الموضوع مش موضوع ان انت تعمل وجبات دفاعيه كويسه بس، لا في حاجه اسمها وجبات هجوميه، مش كل فتره والتانيه تعمل لي اسيست وتعيش عليه، لا انا عايزك تروح وتحاول على المرمى، انا عايزك يكون عندك ادوار هجوميه. النهارده بتلعب قدام فرقه زي كريستال بالاس، انت عايز لعيبه عندها ادوار هجوميه، ادوارك الهجوميه ناحيه الشمال انت اعطيها ماركوس الونسو وهو كفيل لوحده ان هو يشيلها. هتقول لي لا ما في قدامه كريستيان بروسيتش وكمان مع موسو مونتو قدامه تيمو فيرنر، هقول لك بص هو تيمو فيرنر يعني ما نحسبوش في الشق الهجومي، لان تيمو فيرنر انا بعد ما اشتريته حرفيا في الفانتازي انا حسيت ان انا اخدت مقلب، اللي هو انا ازاي لو انت على تيمو فيرنر هو ممكن يعمل حاجه قدام كريستيان بالاس، مع ان كريستيان بالاس ماشي ريو هوتسون وجايبين باتريك فييرا وتجربه جديده والموضوع واضح ان هو هيطول شويه لحد الفرقه ما يبان لها ملامح فنيه مع باتريك فييرا، بس سبحان الله يا اخي هذا التيمو فيرنر ملوش ملامح جوه الملعب خالص، يعني الواد ميح حرفيا. جورجينيو كوفا مش عايز اقول لك الجمال والروعه والكره السلسه الجميله اللي بيلعبها جورجينيو كوفا في نص ملعب تشيلسي، لان الموضوع محتاج كلام كتير جدا على قد ايه الناس دي الحاجات الصعبه في افتكاك الكره من لعيبه كريستال بالاس بيأدوها بكل سلاسه. لعيب زي جورجينيو فعلا بيقدم موسم استثنائي او بيقدم فتره استثنائيه من وقت وصول السيد توماس توخيل للفريق، تحتيهم لعيب زي تشوربا اللي بيقدم اداء جيد للمباراه الثانيه بعد ما لعب المباراه بتاع السوبر الاوروبي قدام فيا ريال، روديجر ورجوله روديجر والحماس اللي عند روديجر جوه الملعب، وكمان موجود لعيب زي سيزر اسبيكويتا وكمان كريستيانسن. بصوا كريستيانسن ما بعرفش ان انا اقول عليه حاجه ايجابيه، لان كريستيانسن انا لعيب شايف ان هو انت زي اسمك بالظبط حاجات عكس بعض، وماتشات كويسه وماتشات بتكون سيئه. تشيلسي بيقدم اداء جيد، تشيلسي بيقدم كره سلسه، لعيبه زي لعيبه كريستال بالاس كانوا قافلين الملعب علشان خاطر لو فتحوا ملعب قدام تشيلسي هيشيلوا اوبا، لحد ما جت ركله ثابته والونسو ورانا حاجات كده من ماركوس الونسو فتره السيد انطونيو كونتي، اللي هو الونسو بيجري بيشوط، الونسو بيلعب كرات ثابته، الونسو اي حاجه بتشقلب فيها بيجيب لك اهداف وبيكون اجابه على المرمى لما بيلعب ولما بتكون عنده اراده ان هو يلعب ويقدم ويمتع. مش عارف النهارده تحس ان اللعيبه جالها مزاج فجاه تقدر تعمل افتتاح رهيب في البريمير ليج السنه دي، اللي هو بوجبا عمل اربع اسيستات، ماركوس الونسو رجع من بعيد قوي وعمل مباراه مميزه جدا وجاب جون عالمي وفتح الماتش وسهله على تشيلسي، اللي هو جبت الاول اهو. حد عايز اي حاجه تاني يا جماعه؟ الفرقه اللي كان عندها تكتلات دفاعيه هتطلع دلوقتي وتفك، واحد زي اتنين زي تلاته، يلا يا جماعه بقى نخلص الماتش علشان يجي كريستيان بروسيتش يقول له الرساله وصلت يا نجم، الهدف التاني اهو داخلين ما بين الشوطين 2-0 خلصانه بالشياكه يا عم الحاج، تمام انت برنس يلا، بس روح اسكع للواد اللي لابس 11 ده لامين على قفاه علشان انا مش شايفه اساسا داخل الملعب من ساعه ما بدينا. لا للامانه احنا شفناها في الكره اللي هي اتلعبت له ومفترض ان هو يلعب في جون فالراجل لعبها بره، بس هذا تيمو فيرنر حسبي الله ونعم الوكيل هنعمل هو لوكاكو مش هيشممها له تاني. يبدا الشوط الثاني وزي ان تشيلسي لسه مكمل بنفس الاداء ونفس الجمال لحد ما تشولبا بيحط تصويبه مميزه جدا بتغلط حارس مرمى كريستال بالاس علشان المباراه تبقى 3-0 3-0 متقنيسين يا جماعه؟ تمام يا اسطى انت عايز تغير؟ عايز اغير، عايز انزل كاي هافيرتز وببص كده جنبي عايز انزل ريس جيمس يا جماعه، متاح ان انا اعمل اللي انا عايزه صح؟ خلاص يا برنس ده انت اساسا اللي ملعبنا كوره جميله وانت اللي شلت الضغوط من علينا وانت اللي بدات تلمعنا بعد ما كنا حرفيا التراب خلاص يعني عمى عينينا ايام فرانك لامبرت، فاعمل اللي انت عايزه يا عم توماس. والراجل فعلا بيقرر ان هو بص انا عملت الثلاث تغييرات اهو، التغيير الثالث بص هو التغيير احنا لازم نرجع التغيير الثالث كاي ايمرسون بالميري مكان ماركوس الونسو في الدقيقه 86، التغييره دي بتبقى معموله علشان خاطر الجمهور يسقف للعيب ويثبتوا له قد ايه ان انت عملت مباراه مميزه، ودي بتكون لفته طيبه من المدير الفني، وفعلا الراجل عملها النهارده علشان خاطر ماركوس الونسو، نقول له الحمد لله على السلامه يا اسطى ونبوس ايدك يا عم توماس توخيل، ادي ماركوس الونسو فرصته كامله وانسى ان اللي موجود على الدكه لعيب انجليزي، علشان فعلا الونسو يستحق فرصته كامله واحنا نستحق نتفرج على ابداع ماركوس الونسو في الثلاثه 4-3. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش ما عادي يا اسطى مفيش اي مشكله، هنشوف حاجات كتيره في الدوري الانجليزي السنه دي ممكن ما تعجبناش، فاعتبر ان الفيديو ده واحد من الحاجات اللي ما عجبتكش، ده لو ما عجبكش